حضراتكم كجهاز فني لعبتوا اتنين سوبر محلي، الاول كان في بدايه الجهاز الفني والتعارف مع الجمهور من خلال مباراه الزمالك في بدايه هذا الموسم، ثم في المباراه الثانيه وهنتكلم عنها. المباراه الاولى وفوز النادي الاهلي بالسوبر المحلي كان شيء رائع جدا، والجمهور اتبسط جدا، واعتقد ان كان تعارف جيد جدا ما بين الجهاز الفني وجمهوره من خلال هذه المباراه. كانت حاجه خاصه بالنسبه لنا طبعا. ان اول مبارياتك يبقى مباراه لكاس السوبر مع نادي الزمالك، نادي كبير زي نادي الزمالك، وتكسبه. احنا كنا عارفين ان ماتشات الزمالك ماتشات حساسه جدا، واعتقد ان عملنا مباراه كبيره. اللعيبه زي محمود متولي وياسر ابراهيم اللي لعبوا سرد باكات عملوا ماتش كبير جدا وعملوا اداء كبير جدا في المباراه دي. واعتقد التغييرات اللي حصلت والاصابات هي اثرت في النتيجه. كنا كسبانين 3-0، كان ممكن تبقى 4-0، بس دخل طبعا التغييرات الاصابات اللي حصلت وضربات الجزاء اللي اتحسبت، الاخطاء الفنيه اللي اتصدت مننا كانت السبب ان احنا دخل فيها جونين، وفي الاخر النتيجه النهائيه كانت 3-2. هل المفاجاه او عامل المفاجاه فرق في هذه المباراه؟ ان اجاي ما كانش بيلعب راس حربه دائما يعني، فلعب في هذه المباراه كراس حربه. اعتقد ان اجاي لعيب سوبر بيلعب في اي حته، بيعتبر نسميه جوكر، لان هو عنده ذكاء في الملعب، ذكاء فني، وبيسجل اهداف. فده هدفنا في المباراه دي، ان اللاعب لعيب بامكانياته الفنيه زي اجاي وليه دور كبير في المباراه قدام الخصم. واعتقد ان هو فعلا ترجم فكرنا في الملعب ان هو سجل هدفين في مباراه زي دي. وانا بتكلم على جونيور اجاي، ده لعيب ممكن يلعب في اي مركز من المراكز الهجوميه كلها، سواء وينج شبهك كده يعني، او راس حرب شبهك يعني زيك. انا فعلا بيلعب زي، انا كنت بحب العب في المراكز الهجوميه. طيب بالنسبه للسوبر الاخر وهزيمه النادي الاهلي في بضربات الجزاء، على الرغم من ان النادي الاهلي كان الافضل في كل شيء طوال 90 دقيقه. لعبنا الماتش سوبر الثاني في ابو ظبي، طبعا كانت الكواليس كانت هايله، كواليس المباراه كانت هايله، جماهير الاهلي كانت كتيره وكان فعلا اسعدتنا جدا. وللاسف احنا ما عرفناش نساعدهم نحقق لهم اللقب، لكن المباريات اللي زي دي طبعا دي مباراه كاس يعني، ممكن بضربات الجزاء النتيجه تتغير، مش دايما ان فرقه هي متسيده فنيا تكسب، لان دي ضربات جزاء. بس لو قلنا في فرقه كانت متسيده الماتش فنيا كانت النادي الاهلي، بس بضربات الجزاء وصلنا ضربات الجزاء، ما عرفناش نترجم تفوقنا الفني لاهداف خلال المباراه، ولعبنا ضربات الجزاء، وفي ضربات الجزاء اي فرقه ممكن تكسب. وانا عارف توصل ضربات جزاء في مباراه زي دي مش سهل انك تلعب ضربات جزاء، لكن للاسف وصلنا ضربات الجزاء وما كناش نتمنى ده، كنا نتمنى ان نخلص المباراه في ال 90 دقيقه. واعتقد لو هنرجع نلخص المباراه هنقول الفرقه اللي كانت تستحق الفوز في هذه المباراه كان النادي الاهلي، كانت فرقتنا. طيب بالنسبه لركلات الجزاء، لانه كان برضو في حوار كبير في هذا الامر، هل تم او كجهاز فني هل بيتم تحديد الخمس لاعبين اللي هيبداوا او اللي هيلعبوا ركلات الجزاء قبل المباراه ولا اثناء المباراه ولا بعد المباراه؟ الفلسفه بتاعت الجهاز الفني في هذا الموضوع ايه؟ زي ما حضرتك تعرف كلنا لعبنا كره قدم وعارفين، اهم حاجه اللي يدخل يشوط ضربه الجزاء في الضربات الترجيحيه يكون مقتنع انه يخش يلعب، يكون مستعد، يكون جاهز. وطبعا ده اللي حصل، احنا كان مع اللعيبه احنا متفقين مع خمس لاعبين من الاول ان هم يلعبوا، بس لازم قبل ضربات الجزاء بنتكلم معاهم تاني وبنسال على مدى استعدادهم ان هم يلعبوا جاهزين ولا لا. معلش انا اسف، ولكن هل كان هناك استقرار على الخمس لاعبين اللي هيلعبوا الخمس ركلات الاولى؟ احنا كنا مختارين خمسه يلعبوا، بس طبعا حصل تغييرات، في لعيبه منهم اتغير، تم تغييرهم في تغييرات المباراه، في لعيبه اتعرضت لاجهاد خلال المباراه. احنا كنا مختارين، بس طبعا بنيجي نعيد تاني، احنا بالنسبه لنا مهم جدا نتكلم مع اللعيبه قبل ضربات الجزاء، نشوف يا ترى اللعيب اللي اخترناه جاهز ولا لا، واذا كان في لعيب تاني يحب يحل محله لو جاهز اكتر منه. يعني زي ما قلت كده، يعني يومها كان وضع خاص شويه، في لعيبه كنا مختارينهم
ما كانوش جاهزين يلعبوا ضربات جزاء، وحسيه في لعيبه تانيين جاهزين ممكن يلعبوا مكانهم، فاديناهم الفرصه ان هم يشوطوا. وبس احب اقول ضربات الجزاء، ان حد يخفي ضربات الجزاء مش معناه انه لعيب سيء. افضل لعيبه كره قدم في العالم بيضيعوا ضربات جزاء عادي، ده شيء وارد، بس احنا ما اخترنا لعيبه كانوا افضل خمس لعيبه يلعبوا، لازم نقبل ان هم افضل خمس لاعبين، لا اهدروا او ما اهدروش، ده كانوا اكتر خمسه جاهزين يلعبوا ضربات جزاء. لكن انت مش شايف ان مثلا اختيار اليو بادجي في اول مباراه ليه كان اختيار من وجهه نظركم خاطئ مش خاطئ من وجهه نظركم؟ اليو بادجي كان مقتنع جدا انه هيلعب، وكان واثق من نفسه انه هيسجل. وقبل المباراه اتمرنا في تدريبات على ضربات الجزاء، على لقاءات الترجيح بادجي شاط كل الكور وسجل كل الكور في التدريب، وكنا واثقين ان هو في الماتش هيسجل. لكن عارفين المباراه طبعا في ارهاق وفي ضغوط من الجماهير، ممكن يحصل انه يهدى ضربه الجزاء. اللعيبه اللي دخلت تلعب كلهم طبعا احنا لينا كامل احترام ليهم كلهم، وعارفين عندنا ثقه كبيره في قدراتهم سواء اللي سجلوا او ما سجلوش، ولازم نقبل جزء من قانون اللعب ان ممكن لعيب يسجل او لعيب تاني ما يسجلش، ده ما يقللش من شأنه، ما يقللش من قيمته الفنيه. بس بخلال 90 دقيقه اللعيبه كلها قابلت بلاء حسن ولعبت كويس جدا، وللاسف ضيعنا الفرص اللي كان نسجلها ونخلص المباراه في وقتها الاصلي. ماشي، ما كناش عندنا القوه او الشراسه الهجوميه نترجم الفرص اللي جات لنا الاهداف، فوصلنا ضربات جزاء ولازم نقبل قانون اللعبه.